خديجة كتوجدي مقبلات ان شاء الله باذن الله. هذا شنو هو؟ سلاوي. هذا القرعه السلاويه. القرعه السلاويه هذه عطشر مليح. ان شاء الله ان شاء الله. ها كديريها دابا؟ كندير مليحه دابا. نزيد العود، ما كندير لا ماء لا والو. داك الماء اللي كطلق كطيب. يطلق هو الماء السلاوي. يطلق الماء داك الماء اللي كيطلق يطيب فيه، حتى كيطيب عاد كنشرمل. عاد كتشرمل. عم شرمله بالطريقه ديال خديجه، درت ليها الملحه وهنا كديري غير قل اربع كاس ديال الماء شويه الماء باش تغلي صافي. تخلي شويه زيت العود. زيت الزيتون شحال تخليها في الوقت؟ ما كتاخذش الوقت بزاف. شنو درتي هنا خديجه؟ هذه القرعه. القرعه هي طيبه شويه الماء شويه الماء. لا راه ورينا قبيله ياك. المهم زدنا فيها البصله مشحره ياه وشويه الزعتر ياه ومليحه تقاد ليها المليحه ديالها وشويه الهريسه. هي ما غديري لا ثومه لا حتى شي حاجه؟ لا هنا ما غندير لا ثومه لا والو. صافي قلتي ذكرتي البصل البزار عفوا البزار صافي. هنايا هنايا شويه هذاك السلاوي السلاوي القرعه السلاويه معها بصيله مشحره بطبيعه الحال كلهم فيهم الملحه بصله مشحره بشويه الملح قزبر ومعدنوس شويه ثومه والحامض مصير مقطع طريفات صغيورين والهريسه والهريسه اوكي والكمون دارو الكمون حتى الاخر حتى الاخر الكمون باش كيعطي داك لو غوت مزيان. خديجه كتزيد دائما الكمون حتى الاخر لحظه صافي اوكي بارك الله فيك. هذه الثومه جابوا لي بزاف تاع الثومه اييه وباش كنحافظ عليها العام كله بقات عندي ما خسرتش كندير هكا في قرعه ونخشيها في الباب في الثلاجه غير في الباب ديال الثلاجه وكتبقى مزيانه كتبقى مزيانه ما كتخسر ما والو. الوقت اللي كنبغي كناخذ منها ملي كتخوى ليا القرعه كنعمرها ولاحظت بان داكشي الاخر اللي بقى ليا في الكرتونه لحت منه اللي دا في الثلاجه ما كتبقاش هو اللي بقى مزيان هو اللي بقى مزيان. صافي انا غنديها معايا ان شاء الله وندير هكا في القراعي ونديرها في الثلاجه. هتبقى مزيان. هذه هي الطريقه الوحيده باش كنحافظ عليها ومن هنا تبقى طريه. كندير جوج قراعي ثلاثه نحطهم الا كانت عندي ليسباس في الثلاجه نقدر ندير جوج قراعي ثلاثه بحال هذه ونخليها القرعه اللي خوات نعمرها القرعه اللي خوات والله الا مزيانه فكره رائعه الله يعطيك الصحه وكتبقى ما كتخسرش. يا الله الا فكره رائعه ان شاء الله. هذه دابا راه دار عليها العام عام دابا عام هذه تبارك الله. هذه اللي ديتي منها المره اللي فاتت هذه اللي ديتي منها دابا دار عليها دابا هو الاخر هذه هي القرعه الاخره فيها ما خسراتش ليا ما لحت منها حتى شي حاجه. احنا خديجه غتوجد واحد الوصفه عجيبه. قلتي هذا لو شو هذاك المكور المكور لا الكروب ولا لي شو كنشدو كنحيد ليه بعدا داك داك القلب كنخلي على الورقات اييه وكنقطعو رقيق قد ما قطعتي رقيق مزيان صافي وكنهزو بحال هكا كنديرو في كسكاس كتفوري نفور طلع فيه الفوره مزيان واخا انت فيك واخا حتى عاد كنعسلو كندير معاه الزبيب عندك المشماش البرقوق هو كيجي مع المشماش بزاف المشماش يابس والبرقوق البرقوق هذاك اللي كيديروا مع اللحم كيجي يابس كيجي معاه زوين بزاف. تقدر اللي ما عندهاش دير الزبيب. انت اليوم غديري بالزبيب؟ اليوم غندير الزبيب ما عنديش ما عنديش برقوق ما عنديش المشماش يابس ما هي بالمشماش مجربها ومعاوده كتجي رائعه بزاف. واللي ما عمرو اللي ما كيحملش الكرب هذه بالطريقه هي الطريقه كياكلوه كيعجبهم لدرجه ما كتبقاش داك اللوغو ديال الكرب كيقولوا لي اشنا هو هذا ما كيعرفوش ما كيعرفوش ملي كيتحط في الكرب ما كيعرفوش. هانتوما كيف ما كتشوفوا معايا يا خديجه دارت هنايا الكرومب او الشو او كل واحد والمكور كل واحد كيفاش كيسميه دارته هنايا يتبخر غير كتخلي غير كتغطيه وكتخليه حتى كيطيب صافي وكتزولو. انا خديجه ذوبات الزبيده ذوبتي الزبده غتزيدي دابا غنديرو نشحو في ديك الزبده غندير شويه تاع السمن
والبصله. هذه تيلي قبيله غديرها مع انا غنجي مع السل بحال اوكي. وفينا المول قينا باقي البرقوق، دونك غنزيدي ليه البرقوق. بقينا كنقلبو حتى قينا البرقوق باقي. وما غديريش الزبيب بما انك دير البرقوق، ما ديري الزبيب هو البرقوق. هي نورمالمون كنديرها بالمشماش يابس كنقطعو ونديرو الفور معاه شي شويه، وملي كنبغي نبدا نعسل كنزيد البرقوق مقطع حتى هو طريف هكذا، وكندير شويه البابيض شويه القرفه باش كياخد داك لوغو ديال العسل. ملي كيطيح باش كتعسل، ملي كيتعسل حتى داك القرفه مع البابيض ما كتبقاش لوغو ديال لوشو، ما كتبقاش المذاق ديالو، ما كيبقاش يبان شنو هو، ما كيبقاش يبان شحال مكور. واحد كيقول لي المكور ولا هذا ماشي الشو، كاين اللي كيقول المكور بحال سميره الشمحه، كتقول لي بولكتوب ياك سميره كتقولوا لي نتوما بلات بولكتوب. او سميره غضبانه عليا اليوم، كتبغيش تشوف ما بغاش تفيلم فاطمه، ما بغاش تفيلم غضبانه. كيقولوا لي في عندهم ماما كيقولوا بالكتب حيت صافي هنايا داكشي اللي لقينا. بقينا هاد كان داير الشتا هو دارته، والزبيب والبرقوق، الزبيب الابيض والبرقوق. صافي دابا غتزيدي تشحريهم، مازال نسحرهم يتشحروا طيح شويه، زيدي طيح هكا مع الزبده. وشنو نزيدو اخر؟ صافي غنزيد شويه القرفه وشويه الباديان. صافي اوكي الناس، هي زادت العسل، خاصكم تبقاو تحركوا باستمرار باش ما تلصقش ليكم، لان دابا غيبدا يلصق. ياك خديجه؟ خاصو ضروري تحرك. ها انتما راه كنحاول ما نفلت حتى شي حاجه، الباديان كتطحنوا مع القرفه ما كديروش عوال، كديرو غير شويه شويه. المهم هو السر في هذا، هو اللي كيعطي واحد اللوغو، مذاق مميز مميز، وكيغطي في كاموفلي لي شو اللوغو ديال المذاق ديالها. الله يعطيك الصحه. جا كتوجد في الزعلوك، الطريقه ديالها كدير كل شيء في الكوكوت وكتخليه يطيب. شنو كديري خديجه المقادير؟ كندير دنجال، ايه كندير بصيله مقطعه صغيره، ايه وتدي كندير شويه الكزبر وشويه الثومه مطيشه حتى هي كنقطعها وكنسد عليها، وندير العطريه كندير كمون شويه الحار هذا مليحه، زيت الزيتون كمون والكمون الحامض مصير كنخليه حتى كيطيب حيت كيمر يولي مر، ملي كيطيب عاد كندير الكمون والحامض مصير ومطيشه على حسب الذوق اللي بغا تزيد باش تعطي داك اللويه مطيشه كونسير كتزيد واحد المعايير. صافي دابا سديتي على الدجاج، دابا غتوجدي السلطه ديال الفلافل، ديال الفلفله. نقدر نديرو فلافل كاملين، نقدر ندير فلافل تقدري تخلطي اللوينات كاملين، كيعطي ثاني واحد المذاق كيما كيقولوا العين كتاكل اكثر من الكلب. بصح هنا حكيتي ثومه، هنا ثومه واحد جوج بلصات ديال الثومه، ايه هذه فلفله مشويه، هذه شويناها مغسوله شويه ثومه شويه قزره ومعدنوس شويه الملحه كمون وتشحر بشويه زيت العود. صافي صافي ما كتزيدي لا حتى شي حاجه اخرى، غير هكا صافي هكا كنقول لها. صافي خديجه غتوجد حتى الشلاضه ديال اللوبيا صافي، هنا طحني كلشي بلاتي حيت ما كيبانش مزيان، طحني كلشي هنايا في الطحانه. اي مطيشه، اي مطيشه، ها مطيشه. صافي هنا غطحن مطيشه، درتي البزار ودرتي الخرقوم، الثومه محكوكه ايه، والملحه زيت العود شويه ديال الصبر والمعدنوس تحميره، تحميره فلفله حمراء، فلفله حمراء Thank you.
صافي دابا غتخليها حتى تشرب مزيان، من بعد تزيديها على اللوبيا. اللوبيا صافي وجدات، صافي وجدات، غطيها مع لاصوص. زدت شويه الزرماتنوس، وخاصني دابا ندير الكمون. الكمون خليتها الاخير وعاد كدير صافي. دابا غنطفي عليها، غندير الكمون ونطفي عليها صافي. وهنايا هذيك الشليضه ها هي باقا ديال الفلفله، باقا كتنشف هنا من الماء، لان الفلفله كتطلق الماء. وهذه ملي غتبغي تسربيها غتحطي فيها، تزيدي لها زيت الزيتون ولا ولا درتي ليها؟ اصلا درتو. درتي صافي. زيت العوده كان باين فيها وهي ان شاء الله صافي، ما نزيدش. لا كان خاصه بان فيها ناشفه بزاف كنقطع ليها شويه. اوكي انا خديجه غدا توجدي شلاضه ديال الباربه. شلاضه ديال الباربه كنديرها مع لي فخويك. مع هاد انت اليوم غديرها مع بنات. اي فخوي كان عندك تقدري ديري مع دو فخوي ولا ان سول فخوي اللي عندك في الدار. كندير نقدر ندير معها البرقوق، نحك نحكها في الحكاكه الجهه الغليظه هذه، هاد الجهه الغليظه نحك الباربه، نحك معها الفخوي اللي عندي. كان عندي التفاح كنحك التفاح، كان عندي البانان ندير بانان، كان عندي جوج بغيت نخلط ماشي مشكل. اي فخوي درتي معاه كيجي مزيان، كيجي مزيان، ولكن بشرط تكون واحد جوج معلقات ولا شي حاجه ديال عصير الليمون. هكذاك عصير الليمون كتجي حلوه هاد الشليضه، كتجي وكل شيء اللي ما كياكلش الباربه كياكلها. ياكلها بهذه الطريقه. هاد الباربه سلقتيها؟ سلقتها. سلقتي لها وحيت لها؟ حيت لها القشره. المهم الباربه مسلوقه وصافي. صافي دابا غتحكيها. دابا غنحك الباربه وغتحكي مع خوخه وبنانه. بنانه هاد اليمينه غنعصر العصير ديالها. اوكي صافي يعطيك الصحه. الشليضه ها هي حكيت كلشي، حكيتي كلشي هذوك الفواكه مع بعضهم. وشنو كتزيدي لهم من بعد؟ غير ليمونه صافي. ليمون عي صغير وعي شويه، واخا معلقه ولا جوج هكايا باش تطلق ديك لوكو ديال ما كتزيدي لا ملح لا سكر لا عسل لا حتى حاجه. والو غير الخضره مع بعضياتها. حاجه باربه الا كانت مسلوقه وفي الثلاجه راه ما غاتجيش زوينه بحال اللي يلاه سلقتيها. سلقتيها من الاحسن، من الاحسن عاد تسلق عاد وتخدم بها ديك الساعه، ما تدخلش للكونجيلاتور تخرج. تطلق الماء، كتطلق الماء تولي نيه. اوكي صافي، هذا هو الشكل النهائي ديال السلطه اللي دارت بالمكور او الكرومب او لوشو. وهنايا سلطه ديال هذه سميتها هذه اللوبيا. اللوبيا مشات لي اسمي. وهنا هذه الفلفله، وهاد السلطه راه كلشي كيعرفها ديال السلطه المغربيه. كلشي ما كاينش شي بيت اللي ما كيديرهاش. وهنايا هذه القريعه زدنا لها شويه ديال اللوز في الاخر. هاد السلاوي بهالطريقه هادي جا بنين بزاف، ما كيبقاش لكم المذاق ديال السلاوي. الله يعطيها الصحه، فعلا فكره رائعه، جلديد بزاف. نتمنى ان شاء الله تجربوه، حتى انا ان شاء الله غنبقى نديرو بهالطريقه. وهنا الزعلوك صافي، وشلاطه ديال الباربه. نتمنى ان شاء الله يكون الفيديو ديال اليوم نال الاعجاب ديالكم، وشكرا بزاف لخديجه على هاد المقبلات الرائعه. الله يجازيك بخير خديجه.